السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نهضر على كيفية تحويل PDF لوورد أو للعكس الوورد لPDF. إذا كتدخل لهذا الموقع اللي هو مجاني هنايا هنا www.pdf2word تكتبها هيدا www.pdf2word.com إذن www.pdf2word كتجي هنا كتختار كتجي هنا كتختار واش غتحول PDF ولا الوورد ولا اكسل ولا باوربوينت ولا PDF. هنا نفس الشيء عاود واش غتحول PDF للوورد ولا العكس. هنا كتختار كيعطيك الاختيار. هنا كيقول لك سيليكت يور فايل، انت كتختار فايل ديالك يعني الملف اللي بغيتي تحوله. كتمشي هنا كتكليكي كيعطيك مثلا انا عندي هنايا هذا برونونس بغيت نحول هذا كنكليكي عليه هو جا هنايا برونونس بغيت نحولهم. هنا كتكتب الايميل ديالك، انا ديجا عندي الايميل ديالي هنايا صافي كنعمل كونفيرت ناو. كونفيرت يعني تحويل، كونفيرت ناو مانتونو دابا كتكليكي هنايا هيدا. اذا هنايا شوف شنو قال ساكسس يعني نجاح. هاز بين سنت فور conversion check your inbox to access your file. قال لك مشي الانبوكس ديالك يعني الايميل ديالك غتجبر هذا محول. كتفتح الايميل ديالك ولا الجيميل ديالك كتجبر هذا يعني الملف تحول مباشره كيتحول اوتوماتيك في الايميل ديالك ولا الجيميل ديالك غتمشي للموقع الالكتروني. هذا ما كان طريقه سهله غير هنا في العنوان كتكتب PDF. واذا بغيتي تحول مثلا الوورد بغيتي تحول الوورد كتكتب هيدا كتكتب مثلا www.word2pdf.com صح بس طريقه سهله www.word2pdf.com صافي كتعمل المعلومات هنا كما نفس العاده نفس يا خور كتعمر نورمال مفعيو تعمر هنايا مثلا PDF كتعمر word2pdf كتقلبهم كتعمل سيلكت كتمشي تختار الملف ديالك غيكون في الوورد كتحول صافي كتكتب هنا ايميل ديالك وكتعمل convert now يعني تحويل الان صافي كتمشي كتدخل الايميل ديالك اولا الجيميل ديالك كتجبر محول. طريقه جد سهله وفري يعني بدون حاجه بدون تسجيل ولا تحرق الراس هي كتمشي كتسجل ديريكت جوج دقائق انت حولتي الملف ديالك بلا ما تصدع راسك. السلام عليكم، اللي ما فهمش شي حاجه اكتب السؤال الله يعاونكم.